مرحبا مرحبا فبراير فبراير العزة والكرامة فبراير الشموخ فبراير الثورة فبراير نستقبل بدماء الشهداء الشهيد الغالي المفجر الثورة الشهيد علي مشيمه وأيضا نستقبل بدم الشهيد الغالي فاضل المتروك ثم نستقبل بدماء الشهيد عبد الرضا أبو حميد ولا أنسى الشهداء الذي قتلوا في دوار اللؤلؤة شهداء الخميس الدامي وجميع الشهداء الوطن ثم تجدد الثورة من جديد بهذا الدم الطفل البريء الذي قتل من قبل النظام وهو الشهيد حسين الجزيري الذي استشهد أيضا في 14 فبراير ولنا الفخر بهذا الشهداء الجميع كل سنة يمر علينا شهر فبراير وعوائل الشهداء تقدم المزيد المزيد من التضحيات وتتعرض لجميع أنواع الانتهاكات والملاحقات القانونية بقضايا كيدية وملفقة عوائل الشهداء قدمت المزيد من أجل الثورة قدمت فلذت كأكبادها ومستعدة لتقديم المزيد المزيد من أجلكم يا شعب العزة والكرامة شعب البحرين الصمود ونعلنها بأننا لن نتوقف عن مطالباتنا بمحاسبة القتلة الذي سفقوا دماء أبنائنا والقصاص منهم وأننا واثقون بأن الله ناصرنا وأخذ بحقنا ولو بعد حين اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم أقدامهم صدقا عندك وانتقم لنا ممن قتلهم وسفق دماءهم ومن أمر بقتلهم إنك على كل شيء قدير نعم هؤلاء الشهداء فبراير الذي سفقت دماءهم أتوقع 100% إن آباء الشهداء وأمهات الشهداء لن يتخلوا عن دماء الشهداء سوف يطالبون بالقصاص من القتلة ولا ننسى أيضا عندنا رضع وأجنة الدماء مارس النظام مارس كل انتهاكات مع هذا الشعب هذه السنة الجديدة إن شاء الله تكون علينا نصر إلى هذا الشعب المظلوم في عام 2015 وأنا واثق من هذا الشعب البحريني أنه لن يتراجع ولن يتخلى عن مطالبه الذي خرج من أجلها منذ ما انطلقت الثورة 14 فبراير إلى هذا اليوم دعونا نتكلم عن الذي يخلي سبيل القاتل النظام لما يقوم النظام القاتل بإخلاء سبيله من قبل السلطة أو النظام مثل شهيدنا علي المؤمن النظام لما قام يعرفون هم الذي قاموا بقتله وفي أشياء توثق بذلك ولكن المرتزقة أو النظام أو السلطة تبرئ القاتل ما سمعنا ولا في أي دولة أن القاتل يطلع بريء